50 صحافي وصحفية مواطنة بين 13 سنة ونص و 22 عام، 5 نوادي صحافة مواطنة، حلقة أسبوعية وثلاثة روبرتاجات، ناس أخرى، بلايس أخرى، وفازات أخرى، وحكايات تتحكي في 60 ثانية. مرحبا بكم في الأخرين. عسلامة العباد الكل، معكم حسين، 21 عام، من جيبس، ناقل فاكولتي بريميرا اني ميكانيك مونبر راديو بالما. وكما تشوفوا الناس كل قاعد تصور من دار بسبب الحجر الصحي العام. في حلقتنا اليوم هي حلقة خاصة بالحجر الصحي، باش تشوفوا برشا حاجات مزيانة، باش نمشيو مع عبير من مكتب البلاصة لأول مرة نروح، ومع ريان من القلطة باش نعيشوا معاه التلفزيون تاع الباك في الحجر الصحي. لكن قبل هذا كل باش نمشيو مع معتز من كيف، باش نشوفوا كيفاش ريتم الحياة بدل في الحجر الصحي. فازة من فازاتنا الأخرى باش نحكو فيها اليوم، لي جون والريتم اللي تقلب ليلهم ولا نهارهم ونهارهم ولا ليلهم. يفيق مخر وتبدأ أول مشكلة، زعمش باش يفطر، بعد الركشة مع الولاد والتبرميجة للسهرية، يتيح الليل ويبات الحس وكل واحد يغطس في غرام. فما شكون يعدي سوايع وهو يلعب، فما اللي يلوج على فيلم ولا سيري يسهر عليه، فما شكون يسرح مع قلمه ويبقى يكتب، فما اللي شكون من سيت لسيت يلوج على حاجات جديدة. الرسالة متاع اليوم حبيت نقول ليكم اللي معظم الناس هذوما محترمين الحجر الصحي واختاروا انهم يعيشوا وقتهم في الكونفينمون بالطريقة هذه. ان شاء الله توفى الأزمة على قريب وترجع كل حاجة تشد بلاصتها. قررت سمعي بحكايات يدوب فيها حدود الناس وبلايس ما شافت عمري. عسلامة يا جماعة، نظر للظروف الصحية قاعدين نتعدوا بها والحجر الصحي اللي الناس الكل قلقت منه، ولا عنا برشا وقت فراغ قاعدين نستغلوا فيه في حاجات ما تفيدناش، علاش ما نستعملوهاش في حاجات تفيدنا؟ ندخلوا للكوجينة مثلا نتعلموا حاجات جديدة، نتعلموا نطيبوا نذوقوا، كما زيد نجمو نجرحو، وفي الاخر اكيد باش نخرجوا بحاجه بنينه، ماكله خرجنا فيها السر المدفون اللي فينا، ماكله وحتى ان كانت تظهر لنا عاديه اما هي حاجه صنعناها احنا. شد دارك واحمي عائلتك والناس اللي تحبهم ومن طاق تعلم حاجه جديده. وكيف الغايب على الانظار ساكن دي مقلوب الناس ينام وبالو في الخير. كتلميذ باك ايام العادية والايام الاولى متاع حجر صحي ما يفرقوش برشا، اما وقتش حسيت الفرق وقت وفات لي اخر سيري ما نلقى ما نخدم. نلقى روحي مجبور ان نخدم على بي سي، مجبور أكثر على مقاومة مجموعة الإغراءات اللي موجودة في الإكرون في وقت واحد، الشيء اللي كان في يوم من الأيام ميسيون امبوسيبل. مرور الوقت والحسرة استرس تكبر، وما هذا نسمى بخبر تنحيت الباكسبور وقتها، كيما يقولوا تعزيني نقبل عزاء. نخرج نغزر للشارع نراه كيما هناك، أما على الأقل فما جانا مشرق في الحكاية. أيام الحجر الصحي علمتني الصبر وبرشا صبر. على الانترنت يا عليك ربي اخت جا ربي اخت. يا عليك وفي حدود الناس نقدم خطوة للأخرين ونعنى للتركيطات.